مرحبا في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. كاين بعض العائلات اللي قاسهم هذا الموضوع هذا اللي هو الاخطاء الطبيه لزيرور ميديكال. قضى الله وما شاء فعل. سبحانه. كيفاش وقع هذا الخطا الطبي وكيفاش فقتوا له وكيفاش عرفتوا وكيفاش؟ بالنسبه للخطا الطبي هو متواجد في كل دول العالم حتى الدول المتطوره. لابد ان نتكلم عن ماذا يمكننا ان نفعل للتقليص من هذه الظاهره. بالضبط. حصتكم اولادنا تحت جناحنا الموجهه لكم يا اولياء تجيكم بموضوع مهم هو الاخطاء الطبيه les erreurs médicales. والمؤسسة الاستشفائية القانون كذلك خول لها أن تقاضي يعني الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي. بالضبط. أنا حبيت نركز على هذا النقطة هذه الأمانة والإخلاص في التعلم، لأن العلم هو شيء نبيل، شيء مقدس. بالضبط. ما لازمش نغش في العلم. احنا جينا للتحسيس على هذه الأخطاء الطبية، هي موجودة الكمال لله، ولكن جينا للتحسيس إن شاء الله في بلادنا هذه الأخطاء الطبية تزول وكاع المواطنين يتعالجوا بطريقة سليمة. إذن تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.